الحمد لله رفع السماء سبعا بلا عمد وبسط الأراضين مثلهن على ماء جمد وأرسى الجبال فوقهن لهن وتد أنبع الماء من الجلمود وأخرج الزهر والثمر من يابس العود وهو الغفور الودود خرج موسى خائفا فعاد وهو الكليم وذهب ذو النون مغاضبا فالتقمه الحوت وهو مليم ونشأ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتيما فكان الفضل بعد الله لذلك اليتيم والصلاة والسلام الأتمان أبدا على الهاشمي القرشي أحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير من ركب الخوادي وأبر من دعا في النوادي وفاق ليوث العوادي وعلى آله وزوجه وصحبه بلها محبه أما بعد إن الله عز وجل اختص شهر رمضان بمزيد من الخصائص التي لم يجعلها في غيره من الشهور ومن هذه الخصائص أيها الكرام الفضلاء ما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم إذا أتى رمضان فتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب وصفدت ماردة الشياطين ومناد ينادي يقول يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وإن لله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. هذا الحديث العظيم جمع هذه المناقب وهذه الأمور ونحن نتكلم على باب يغفل عنه كثير من الناس أيها الفضلاء والكرام في هذا الشهر الكريم وهو ذلك التهاجر والتباغض والتناحر والتصرم الذي يحدث بين كثير من العائلات بين كثير من الأقارب والنبي سمى هذا بالحالقة سمى هذا بالحالقة قال التي تحلق الدين ولا تحلق الشعر فقد صح عند أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا أدلكم على ما هو خير من الصلاة والصيام والصدقة قلنا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين إنها الحالقة لا أقول التي تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين أرأيتم خير من الصيام والصلاة والصدقة إصلاح ذات البين وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال هيا بنا نصلح في آل بني فلان هيا بنا نصلح في آل بني فلان وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تفتح كل اثنين وخميس هذا في غير إيش في غير رمضان لكن كما قلنا من المناقب والخصائص إن في رمضان تفتح كل إيش كل يوم لحد ما يغلق رمضان من أول ليلة يقال دخل رمضان إلى آخر ليلة يقال خرج رمضان أبواب الجنان مفتوحة فلذلك قال عليه الصلاة والسلام إن أبواب الجنة تفتح كل اثنين وخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا ويدخل فيه امرأة بينه وبين أخيه شحناء يقول الله عز وجل أجل هذين حتى يصطلح توقع أنك أنت في رمضان صائم لله عز وجل من صام رمضان إيمانا وحسنا غفر لما تقدم من ذنبك في الصحيحين حيث أبي هريرة قائم لله إيمانا واحتسابا كما صح أيضا في الصحيحين من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لكن هذا الحديث المطلق قيده هذا الحديث أجل هذين حتى يصطلح انظر أجل هذين حتى يصطلح وتساعد في إفطار الصائمين ومن فطر الصائم فله مثل أجره وتجلس إلى جلسة الإشراق كما صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند مسلم وتتمته عند الترمذي من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى طلوع الشمس هذا عند مسلم ثم صلى ركعتين هذا عند الترمذي اختلف في تصحيحه وتضعيفه صحه شيخنا الشيخ الألباني حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كأجر حجة وعمرة تامة ومع كل هذه الأعمال الجميلة تظل هذه المغفرة معلقة حتى يصطلح قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم ما معنى النجوى أن يتكلم اثنين دون البقية هذا التناجي لا خير في لا منافي للجنس
لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فلذلك دونك أخي الحبيب قال فيلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. اذهب وأرغم هذه النفس لمن؟ لله عز وجل، مو لأحد، لله عز وجل. أخوك الحق معك الذي يضر نفسه لينفعك، وإذا ما ريب الزمان صدعك شتت شمله فيك ليجمعك. أنا ما جئت إلا لله تبارك وتعالى. اختلف يوما الحسن ابن علي مع محمد بن الحنفية، وكلاهما إخوة لأب، والدهم الكرار رضي الله عنه وأرضى، علي بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عن الصحابة أجمعين. فذهب إليه معتذرا وقال لأن أمك خير من إيش؟ من أمي. وصدق، هذه أم فاطمة بضعت النبي عليه الصلاة والسلام، سيدة نساء الجنة، كما جاء من حديث عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري في الصحيح: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، آسيا ومريم وخديجة وفاطمة، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ولذلك كان بين أبي خيثمة وآخر جفوة من علماء الحديث، فأرسل إليه رجزا فقال يا أخي يا أبا خيثمة إن لي عندك مظلمة، فقد روى ابن عباس عن نبينا المبعوث للناس بالمرحمة أن صدود الحب عن حبه لا يجوز فوق ثلاث. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم في الصحيح أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بيش بالسلام. فلذلك لله عز وجل. أحد الناس كان بينه وبين أخوه جفاء لأكثر من 20 سنة، ثم يشاء الله عز وجل يرجع هذا الأخ إلى الله عز وجل تبارك وتعالى، وكان مريض في المستشفى فيستأذن من المستشفى يقول بس يعني إذنوا لي عندي إن أنا تسمحوا لي بالخروج اليوم، ليخرج ليتحلل من أخيه، ثم يرجع المستشفى فيموت في الليلة الثانية. سبحان الله. ولذلك أخي الحبيب اتصل بي أحد الناس اليوم يقول سبحان الله كان بينه وبين أخي جفوة لفترة طويلة، رأيته في الرؤية كده أن يقبل فوق راسي، فقيل له إن شاء الله تتسامحان تتصالحان، قال والله هذا اللي حصل بالفعل، أن والدتي كانت في مرض فاتصلت بأحد المشايخ أقول له أنا في رؤية، فقال يا أخي اقترب من أمكما وأحسن إليها والأعمار بيد الله. قال فاتصلت عليه وكانت أمي مقيمة عندهم، فقلت له يا أخي والله أنا رأيت في الرؤية كذا وكذا وأخشى أن يكون هذا اقترب منية أمي، والشيخ قال خلك جنب أمك. فقال فتصالحنا، قال والله ماتت أمي وأنا وهو حاضران عندها، وماتت راضي عني وعنه، لأن كانت متأثرة بهذه الإيش القطيعة. بعض الناس يتهاجر مع أخيه وأمك قلبها متقطع على هذا الهجران، يا ابن تصالح مع أخيك، وهذا متكبر والعياذ بالله ما يبغى يتصالح، ووالدك قلبه متقطع بهذا الهجران. بل جاء في السلسلة الصحيحة أن الميت في قبره يعرض عليه أمور أهله، فإن وجد خيرا حمد الله، وإن وجد دون ذلك دعا الله أن يستعتبا. فنقول لله عز وجل لا لأحد يا أخي، لله من تتمة صومك حتى ترفع الأعمال وتتنزل المغفرة من الديان تبارك وتعالى، تصالح لله عز وجل لا لشيء، لوجه الله تبارك وتعالى، اطرق عليه الباب، اتصل عليه كذا، وإن وجدت منه صدودا وعجلت إليك ربي لترضى، أنت تفعل هذا لله تبارك وتعالى لا لأحد أبدا. وفي السلسلة الصحيحة وإنك ما إن تترك لله شيئا إلا عوضك الله خيرا منه، والله تجدها غدا في ذريتك، إن الله يجمع بين ذريتك ما يتقاطعون. ليه؟ لأنك أنت كنت واصل لمن؟ للرحم. قال عليه الصلاة والسلام من أحب في عند أهل السنن وغيرهم أن ينسأ له في أثره
وأن يبارك له في رزقه فليصل فليصل رحمه. ولما خلق الله الرحم تعلقت بقوائم العرش قال هذا قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى رضيت يا رب. قال لك ذلك خلاص، قال لك ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع رحم، عياذا بالله. إذا قدم الحديث بهذا معنى القطيعة كبيرة، ومعنى أنه لو كان مستوجبا للجنة فإنه يتأخر عنها بقدر قطيعة إيش الرحم، ولا يدخل مع الكوكبة الأولى التي تدخل إلى إيش إلى الجنة. الأمر عظيم أيها الكرام الفضلاء. وإن ديننا إنما يحافظ على هذه اللحمة المجتمعية ويحافظ على هذا الآصرة. قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. فلذلك الإنسان أيها الكرام الفضلاء يحرص في هذا الشهر كما يحرص على العبادات بأنواعها أن يجعل له من أهمها أن يقطع دابر الشيطان في الهجران بينه وبين أخيه. أسأل الله عز وجل كما جمعني وإياكم في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا أخرى أبدية سرمدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، وجزى الله إمامنا خيرا على هذه السانحة وعلى هذه الفرصة التي كحلنا فيها أعيننا برؤياكم. ونسأل الله أن يكون اجتماعنا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا يجعل معنا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما ولا معذبا بنار. تم الكلام ربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ما لاح قمر ورفعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.